You know, the first thing that comes to mind when you talk about the Central District of Beirut is a private company is doing it. Why? Why Solidaire? Why this private company? Why not the government doing all this? You should really try to imagine what we started off with. As you can see, I'm surrounded by a huge dump site, the result of 17 years of hostility. Accumulated house garbage from part of the city just was dumped in the old Normandy dump site. Normandy dump site took its name from an old hotel, the Normandy Hotel. All the debris of buildings destroyed over the course of the war, to that period, were thrown in this dump site. As you can see, this is what's happening today. We have two parts separation of plastics, wood, tin, gravel. From there on, all this plastic, as you can see, in places being done by hand. We have another plant which separates it mechanically. All the plastic is somehow من السابق لأوانه أن ننسى ولو فات وقت الندامة ربما فآلة طحن الذاكرة مبرحة تمضي قدما في عملها كي تنال مرة أخرى من لبنان أدمته منذ عهد قريب حرب أهلية عبثية من أحشاء هذه الحرب من طوباوياتها وأحقادها وعلى الأخص من مصالحه يعود من جديد صدى أنشودة أبنائها الذين لا يرعون الإعمار الإعمار ليحلو بعده الدمار عن قدر أم كبرياء المأساة في هذا البلد تبدو وكأنها لا تعرف إلى الراحة سبيلا وإن كانت هذه المرة إلى ملهاة ستنقلب لا ريب من كواليس هذه الحرب ظهر مخلص رفيق الحريري مقاول وملياردير جمع الحريري ثروته في المملكة العربية السعودية قبل أن يحتل صدارة الحياة السياسية في لبنان بإرادة أوصياء هذا البلد الكثر وكذلك أيضا بفضل سخائه تولى الحريري رئاسة الحكومة لمرتين متتاليتين قبل أن يختار الانضمام لصفوف المعارضة منذ عامين ونيف أما اللبنانيون فإنهم لم ينقسموا منذ انتهاء الحرب الأهلية على قضية
مثل ما انقسموا حول هذه الشخصية التي لا يمكن لفيلم هذا عن المال والحياة أن يتجاهلها. وصيتك ماما انه يعني هيك انسان بدك تنتبه كثير بتصويره وبحديثك معه، وانسان طيب ومعروف بالعالم كله، خاصة نحن عنا ببلدي انا. اذا في واحد حكم 6 سنين في بعض الحسابات يقدمها للناس، اذا انت بتكون واسطه رايي بيكون قدم شيء، أو أنت، أو خاصة أنت قدمت شيء. والحمد لله الله عاطيه، يعني عاطيه محبة. والرب نقول إحنا دائما يلي بيحبه ربه بيحبب عباده فيه. هل حتقدر انطلاقا من هالمعايشة الشخصية تضلك قادر تشوف المسؤولية السياسية؟ لا يا أمي، ما بريد تنتقده، إذا ما مش بدك تنتقده ما بعرف. وإذا محاولتك للنفاذ للإنسان في رفيق الحريري لم تؤدي إلى نقد ذاتي عند رفيق الحريري، شو لطعمه؟ أنا ما بحب اسمعه من العالم، لأنه إذا واحد الله عطاه ووفقه وحب وشعبه أهل بلده بيحبوه، هذا ما بكون شيء. بس أمي الأعداء كثيرة، الحسد يا أمي بيموت الحسد. تردد الحريري كثيرا قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، والسبب على الأرجح سمعة أفلام المتهمة بقسوة نقدها التي سبقتني إليه، وهو أمر لا يطمئن حتما أي رجل عام. يبقى أن مقاربة شخصية مثل الحريري ليست فعلا بالأمر السهل، فصاحبها على الأغلب لا ينجو من لوم أو شبهة، وفي أحسن الأحوال من زلل كان بوسعه طبعا تجنبه. الله ينعم عليك.
أنا شغل بال البلد، شو تشغل بالي أنا؟ كل الناس مشغولة فيه. إذا أنا بتعمل فيلم بهالهجة سادة على أسطرني يعني لازم تقطر حرية طيبة وإنه أنتوا جماعة ستريت فورورد. معقولة هذه this is unfair تعرفني؟ إنه والله أنا خايف يقولوا عنه والله الحريري عمل له مانيبيلاسيون فمشان هيك بده ياخذ يكون قاسي معه حتى ينفع حاله التهمة. هذا ما لأنه ما في عدل. انت رجل ما بعرف مع مين عم تحكي، مين الناس اللي بتقعد انت وياهم، بس بدون ادنى شك مرسوم صوره بذهنك عني مختلفه عن الواقع. سلبيه؟ بس سلبيه طبعا سلبيه. كثير هلا انت مش اول واحد. لا طبعا عشرات الناس اجوا انه والله بدنا نصور البيت ونصور المسبح ونصور اليخت ونصور الطيارات من جوا ونصور ما بعرف شو كذا وهذه وبيجوا للست بدنا نصور شو بتلبس صح كل ما بحب الامور يعني. صحيح ما بحب لانه هيدي عم بقول الواحد انه عم يتفاخر على مين. عمر عم تحطني بموقع انك انت المدافع عن الفقراء والمساكين وانا مدافع عن اصحاب المال واصحاب السلطه والمتسلطين على البشر. ما صحيح. انا مش بهالموقع هذا، ارفض ان اكون في هذا الموقع. لا ما عم نحكي. لا ما لا بل مجرى النقاش مجرى النقاش مجرى النقاش عم بيوصل له. علاقه الحريري بصورته علاقة خاصة جدا، هي إلى الهوس أقرب، وخصومه طبعا لا يتركون وسيلة إلا ويلجأ إليها لتشويه هذه الصورة. أما هو فإنه لا يقصر في جعلها تسوء أكثر بتصرفات قد توحي أحيانا بالتكبر السياسي والاجتماعي. ولتجميل هذه الصورة وضع الحريري لنفسه هدفا هو خدمة هذه الغاية بتشييد إمبراطورية إعلامية بكل ما في الكلمة من معنى. نحن بلد اقتصاد حر وسيبقى اقتصاد حر وما في خوف على الاقتصاد الحر في لبنان. I cannot agree with you more. I fully agree with you. And we did not succeed to market Lebanon. It is true. Okay. الجولة اللي عملناها اليوم بتورجي شغلتين أكيدتين. إنه البلد أولاً البلد ورشي، هذا شيء صحيح. والبلد بحاجة لشغل كثير جداً زي ما لمستوا أنفسكم. وبدها حكي أقل، بدها شغل أكثر وحكي أقل.